سي زياد الهاني، مرحبا بك في نوات. مرحبا وسهلا. كان تحيطنا علم بتفاصيل اللي صار معك بالنسبة للاستدعاء اللي تلقيته. وانا بعد ما كملت حضرت في البلاتون تاع نسمة نهار الجمعة في الليل تقريبا في حدود العشرة متاع الليل، وانا خارج بعد البلاغ المفتوح اللي وجهته لوكيل الجمهورية في الموضوع تاع المعلومات اللي بلغتني من مصدر أمني، نلقى في الباب مجموعة من عوان الشرطة يستناو فيها في بعض السيارة نتاعهم. سلموني استدعاء باش نحضر نهار السبت الصباح في عند السيد حاكم التحقيق 13 المحكمة الابتدائية. الاستدعاء هذايا حسب ما أفادوني المحامين واستدعاء غير قانوني، لأنه ما هو السيد حاكم التحقيق اللي استدعاني، وإنما استدعتني فرقة مقاومة الإجرام عند السيد حاكم التحقيق، وهو اللي تمغض وقت اللي سألوه ظهر ما في بلوش بهالاستدعاء هذايا وما عملش فيه حتى إنابة. أكثر من هذايا الاستدعاء كان غير قانوني لخاطر لا فيه سبب شنو الموضوع نتاع الدعوة وما فيهش شنية الصفة، خاطر في نفس البرنامج شاركت فيه سي الناطق رسم وزارة الداخلية هدد لي هو باش يقاضيني، وانا تحديت وقلت له نتحداك انك تقاضيني، فمانيش عارف انا ماشي بناء على التهديد نتاع الناطق الرسمي باسم وزاره الداخليه ولا بناء على البلاغ المفتوح اللي انا تقدمت به للسيد وكيل الجمهوريه. لكن رغم القلات هذه، وثم شكون نصحني انه باش ما نمشيش لانه الاستدعاء فني غير قانوني، لكني انا حرصت باش نمشي لاني انا اللي طلبت بالتحقيق، وانا نعتبر انه التحقيق مستعجل ونحبه يتم اليوم قبل غدوه باش نحاولوا نوصلوا للحقيقه، لانه ثم دم تونسي سار. حكايه القائمات الاغتيال ما عادتش مجرد حديث، قائمات الاغتيال طولت حقيقه وماناش عارفين شكون باش يكون الثاني على القائمه هذه. واذا كان دم شكري بالعيد اليوم واحد التوانسه في الحزن وفي نفس الوقت زاد في الامل انه هل الدم هذايا ربما يجعل معناها الناس يرجع لها في الرشد نتاعها وتلتقي باش تحمي مصلحه البلاد، اما لا قدر الله اذا كان وقع اغتيال فني ثاني في الحاله هذه راهو ربما باش تكون الفاتحه نتاع حرب اهليه فني في البلاد. دونك مشيت للسيد حاكم التحقيق، بقيت نستنى انا والساده المحامين اللي طوعوا باش يدافعوا عليا وزملائي الصحفيين. بعد ساعه ونص تقريبا تم اعلامي باللي المحامين كلموا كل الجمهوريه وحاكم التحقيق، ظهر السيد ما في بالوش بالاستدعاء، ما عملش فيه انابه فني باش يسمعني، وبالاخر تقرر انه باش يتم تاجيل الاستماع ليا لنهار الاثنين العشرة نتاع الصباح، وان شاء الله باش نكون حاضر وباش ناكد انه في اكثر في الايام اللي فاتت كلها ثم اكثر من جهه دخلت في هالموضوع هذايا، والجهات هذه كلها تقريبا كان ثم اتفاق بيناتها على وجود رابط غير شرعي وغير قانوني ما بين حركة النهضة وما بين وزارة الداخلية. دونك انا باش نطلب التحقيق في هالبيست هذه حتى نجموا نحميوا بلادنا ونوقفوا الشلال نتاع الدم والمسار نتاع الانهيار هذايا. شكرا سي زياد. ميرسي.